في طلب جماهيري غريب. حاضر حاضر، عايزين يسمعوا بلقيس. بلقيس أمنية اللي هي أبويا وحشني جدا. بلقيس بلقيس ولا أمنية؟ بلقيس بلقيس. بقت بلقيس الأغنية، بقت لبلقيس. هي قبل كانت لأمنية حسن، اللي هي صوت طبعا ما يختلفش عليه اتنين، فنانة رغم صغر سنها ورغم انها ما عملتش حاجات كتير، بس هي احساسها جامد جامد جدا وجميل جدا. الاغنية دي كانت ملكها في الاول يمكن، وبعدين بقت ملك بلقيس. بلقيس اشترتها واخدت حقوقها كلها واخدتها وغنتها هي. يلا بينا نسمعها. نسمع طب. هي نكت شوية وكلنا أبهاتنا ميتين، بس مش ربنا يرحمهم يا رب. الله يرحمهم. أنا أبويا وحشني جدا، محتاج رأيه في حاجات، أمل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات. نضرته ساعته لسه، عرف في مكان نسبه وهدومه جوه كيسهم، وجدان من يوم ما جاهم. انا ابويا وحشني جدا، محتاج رايه في حاجات، امل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات. ساعته لسه، عرف في مكان مسابه وهدومه جوه كيسهم، وجداد من يوم ما جابهم. نفسي اتكلم معاه واحكي له عاللي تم، واقول له مين في مرضه زار ونقل له دم، واقول له اني اسف علشان خبت عليه، واحلف له اني نفسي لو يوم ما المس دي، واعمل له شيخ فيه واقسم وياه رغيف. كان حضنه جمعنا لما كان صوته فيه ونس، وعامل له شيخ فيه واقسم وياه رغيف. كان حضنه جمعنا لما كان صوته فيه ونس. انا ابويا وحشني جدا، تتعبني قوي. تسلم ايدين عمرو حسن اللي كاتب الكلمات طبعا، ومصطفى العسل اللي لحن الكلام. فيها احساس رهيب طبعا.